الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو أنا والأخوة النواب المشاركين معي، وكانت فرصة لتهنئة صاحب السمو بتقلده للحكم للسنة 13، وكذلك كان هذا اللقاء لقاء إيجابي تبع يعني كان الكلام حول السياسات العامة فضل الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن قضايا سابقة مثل العفو والجناسي وغيرها، تكلمنا عن معاناة المعيشية للمواطنين وما يعانيه كثير من المواطنين بسبب القروض وغيرها. عموما كان الجو فعلا إيجابي بحمد الله عز وجل، وكان الحديث صريح فضل الله سبحانه وتعالى. ولا شك يعني أي لقاء مع صاحب السمو فيه الخبرة وفيه يعني ما ننهل من حكمته. اليوم بحمد الله عز وجل خرجنا ويعني الابتسامة على وجوه الجميع، وخرجنا بإن شاء الله يعني تفاهم وبإيجابية، وبإذن الله عز وجل نتأمل خير في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. شكرا لكم.